مباشرة من قاعة السعادة، يعني الآن حفل يعني تناول أطعمة أمازيغية. كتلاحظوا أطعمة أمازيغية كتميز بالتنوع ديالها، لأن هناك مجموعة من الأطعمة اللي كتقدم في المناسبات، وكذلك الوجبات اليومية. كتلاحظوا هي البيصارة، هو البيصار، هذه البقوليات، بقول عندنا أملو. إذا المناسبة هي احتفال بالسنة الأمازيغية وإقامة نشاط كتقيمه جمعية إفاسن أسرحن بالعرائش. هذا راه سكسو بالطريقة الأمازيغية. إذا نكتفي بهذا القدر.